جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ذبح الرجل للقبور وهو لا يعلم الشر، هل يعذر بجهله أم لا، مع العلم أنه في وسط فيه عدد من المسلمين؟ من كان يعيش مع المسلمين ويقرأ القرآن أو يسمعه ويسمع الأحاديث ويسمع الخطب في الجمعة وغيرها من برامج الدين التي تذاع في الإذاعات، فهذا غير معذور بالجهل، لأنه قد بلغته الحجة. إذا كان يذبح لغير الله فإنه مشرك، الشرك الأكبر المخرج من الملة. وإنما يعذر بالجهل من انقطعت عنه وسائل العلم ولم يبلغه شيء، أن كان في بادية بعيدة عن المسلمين أو في بلاد منقطعة عن بلاد المسلمين ونشأ على الجهل ولم يبلغه حجة، فهذا هو الذي يعذر بالجهل.